كما تعلمون ملف القضية الآن عرض على أنظار السيد قاضي التحقيق، واللي قرر التأخير ديالو للجلسة ديال 11-12 في انتظار إنجاز واحد الخبرة اللي أمر بها يوم 9-11 واللي عهد بها الخبير أخصائي في الأمراض النفسية واللي هو كيمارس في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. من طبيعة الحال هذا القرار ديال السيد قاضي التحقيق جاء بناء أولا على ملتمسات السيد الوكيل العام للملك، وثانيا لكون أن الخبرة الأولى المأمور بها سابقا خلصت في الخلاصات ديالها إلى ضرورة عرض الضحية على خبير أخصائي في الأمراض النفسية للتأكد من حالتها النفسية والآثار ديال الاعتداء على هذه الحالة. إذن الآن احنا كهيئة ديال الدفاع كننتظروا إنجاز هذه الخبرة اللي عندها طبيعة نفسانية باش أننا نوضعوا أمام السيد قاضي التحقيق الخلاصات والاستنتاجات الأساسية سواء فيما يتعلق بالخبرة المأمور بها سابقا أو هذه الخبرة اللي تم الأمر بها لاحقا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.